والإخوة أسباب ما يحل بالبلاد وأسباب ما يحل بالعباد من فقر وابتلاءات. فالرجل الذي هو مدخر لزواج ابنته مثلا 10,000 جنيه يصبح وبعدما أسموه التعويم يصبح لا يجد إلا أن المال نقص فجأة إلى 6,000 جنيه، نسبة خسارة فادحة حلت به بين عشية وضحاها، بلاء عام يحل بأكثر الناس. فيلزم أن نجلس نظرة المتأني المتدبر المتأمل، وكما أسلفت يكون منطلقون دائما وأبدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه مصائب، مصائب في الأموال، مصائب في الأموال، قد تكون مصائب في الأموال، قد تكون مصائب في الأولاد، قد تكون مصائب في الأبدان، قد تكون مصائب في الأراضي، قد تكون مصائب في الحيوانات تتعدد صورها عافانا الله إياكم منها. كتاب الله ما فرط الله فيه من شيء،